النهاردة هنتعلم ال 2D Parallax Animation Photo Effect بالفوتوشوب. تعالوا بينا نشوف ازاي هنقدر نعمله النهاردة. هفتح الفوتوشوب على الصورة دي، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. اول حاجة هعملها ان انا هقص الصورة، هفصل الشخص عن الباك جراوند، بختار البين تول وابدأ اقص الصورة بتاعتي. طبعا انتوا عايزين تختاروا اي صورة تخصكم انتوا، مفيش مشاكل جدا. هعمل كليك يمين وهدوس على ميك سيلكشن، وهعمل الريديس 1 واقول له اوكي. هعمل كنترول جي عشان يعمل لي كات للصوره لوحدها في لير لوحده، وهقفل الصوره الثانيه اللي هي الباك جراوند عشان امسح بقيه الصوره دي. اعمل كليك يمين ميك سيلكشن وهدوس ديليت من الكيبورد عشان يمسحها. هيبقى انا معايا الصورة دي ومعايا الصورة الاصلية. طيب انا عايز امسح الشخصية من الصورة الباك جراوند بتاعتي، هعمل كنترول كليك عشان يعمل لي سيلكت على الشخصية بتاعتي، وهقف على الباك جراوند وهدوس من سيلكت موديفاي اكسباند، اعمل اكسباند مثلا 5 واقول اوكي. الاكسباند بيبعد لي 5 درجات عن الشخصية بتاعتي الحقيقية. و هدوس من edit fill ومن الكونتنت هختار كونتنت اوير وهدوس له واقول اوكي. كده خلص الكونتنت اوير، هدوس كنترول دي عشان اعمل ديسلكت، وبكده يكون هو ظبط لي الخلفيه. هظهر صورة الشخص بتاعي وهدوس على اللوك بتاع الباك جراوند عشان يعملها لي في لير عادي، واعمل كليك يمين كونفرت سمارت اوبجكت للاثنين. هعمل لير جديد وهنزله تحت خالص وهعمل له فيل بالابيض. الابيض عندي فور جراوند، يبقى هدوس الت ديليت عشان يعمل لي لير فيل بالابيض. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هدوس على ويندو تايم لاين، افتح لي التايم لاين، هقول له كرييت فيديو تايم لاين، هلاقيهم ان هم ظهروا لي هنا في الجزء ده. هقف على الباك جراوند ومن هنا هدوس على السهم الصغير ده، هلاقي ترانسفورم، هدوس مرة عشان يعمل لي كي هدوس على ترانسفورم عشان يعمل لي كي فريم هنا، وحرك المؤشر لحد الاخر، وهعمل كنترول تي وهكبر الصورة بتاعتي.
هرجع بالمؤشر مرة تانية، هعمل طبعا هرجع بالمؤشر بتاعي تاني. المرة دي هقف على layer 1 اللي هو صورة الشخصية، وهعمل كنترول تي. سوري، الأول هدوس على ترانسفورم عشان يعمل لي كي فريم، و هرجع للآخر وأعمل كنترول تي وأصغر الشخص شوية، وبعد كده هدوس على علامة التشغيل بلاي عشان أشوف زي ما احنا شايفين كده اهي. طيب انا عايز احول الفيديو او ان انا اعمل له اكسبورت لفيديو، هدوس من فايل اكسبورت، هلاقي ريندر فيديو. طبعا من هنا هنختار المجلد اللي انا هحفظه فيه، تمام، اللي هو الديسكتوب، واقول اوكي. اغير الاسم مثلا الى مثلا 2D، والبريسيت هنا خليه مثلا يوتيوب 1080 720 زي ما انتوا عايزين اعملوه. بعد كده هقول له ريندر، هو كده خلص اهوت، هو كده خلص. هنقدر نفتحه ونشغله ونشوف الدنيا فيها ايه. بالشكل ده هو ده كده نهاية الديزاين بتاعنا. اتمنى هو انه يكون عجبكم، انكم تكونوا استفدتوا حاجه جديده النهارده. لايك وشير الحلقه لو عجبتكم، واشتركوا في القناه عشان تاكلوا الدروس كلها اول باول. كان معكم حازم صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.